إسعافات 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 إسعافات. ليه خايف ليه مكسوف؟ اطلبنا وانت تشوف، إسعافنا لكل الناس لطريق الخير موصوف. إسعافات 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 إسعافات. ليه خايف ليه مكسوف؟ اطلبنا وانت. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج إسعاف. النهارده ان شاء الله موضوع حلقتنا هيكون عن الغده الدرقيه. زي ما اتعودتوا معانا كل حلقه بنناقش مرض معين او موضوع معين، بنشوف ايه الاسباب بتاعته وايه طرق العلاج والوقايه. كمان هيكون ضيف النهارده الدكتور شريف وليل، استشاري الجراحه العامه للاورام والمناظير بجامعه الزقازيق. دكتور شريف برحب بيك معانا على شاشه قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا. في البدايه بس رح افكر مشاهدينا بسؤال حلقتنا النهارده، هل تعاني من القلق والاستيقاظ المستمر؟ الاتصال معانا النهارده 09000 35 09000 35، او على رقم موبايل 23 03. نبتدي البدايه من الموضوع عن الغده الدرقيه والتعريف بتاعها، يعني ايه التعريف بتاعها، المكان بتاعها؟ هي الغده الدرقيه واحده من الغدد الصماء اللي موجوده في الجسم، زيها زي الغده النخاميه والغده الكظريه. معنى الغده الصماء ان هو الغده بتفرز الهرمون بتاعها دايركت او مباشره للدم، ما بتحتاجش انبوب عشان توصل الافرازات بتاعتها. والغده الدرقيه تعتبر واحده من الغدد ديت، تفرز هرمون التي 3 والتي 4 والتي اس اتش سوري معلش التي 3 والتي 4. الهرمونات ديت بتأثر على أغلب أجهزة الجسم، بتأثر على المخ، بتأثر على القلب، بتأثر على عضلات الجسم، على الأعصاب، تقريبا كل أعضاء الجسم بتأثر بالهرمون ده. تمام، دي بالنسبة للوظيفة كمان. هي دي الأول التعريف للغدة. بالنسبة للوظيفة بتاعتها هي بتفرز زي ما قلنا الهرمون اللي هو التي 3 والتي 4. مكانها بيبقى موجود في أسفل الرقبة، الجزء الأمامي من أسفل الرقبة، تبقى موجود على شكل فراشه. الجناحين بتوع الفراشه اللي بيمثلهم الفص الايمن والفص الايسر بتاع الغده الدرقيه، وبيربط بينهم جزء صغير من الانسجه بنسميه الاسمس. الجزء ده بيبقى على مباشره فوق القصبه الهوائيه. طبعا موقع الغده الدرقيه في المكان ده بيبقى في خطوره شديده جدا، لان بيبقى في اعصاب وفي شرايين وبيبقى في القصبه الهوائيه كلها لها علاقه مباشره مع الغده الدرقيه. فلازم الجراحات تبقى دقيقه جدا عشان ما نعملش اي اصابه للاعضاء دي. تمام، قبل ما نخش في الامراض اللي ممكن تيجي للغده الدرقيه، عايزين نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لاضطراب الوظائف بتاعتها. في الحقيقه نقسم الاول نقسم الامراض الغده الدرقيه ونعرف سبب كل مرض الاول. الامراض الغده الدرقيه بتنقسم لمجموعتين، المجموعه بتبقى لها علاقه بافراز الهرمونات في الدم، والمجموعه الثانيه بتبقى لها علاقه بحجم الغده الدرقيه واللي بيزوده مجموعه كبيره من الامراض. اول حاجه بالنسبه لنقص هرمونات الغده، يعني بالنسبه لهرمونات الغده الدرقيه في عندنا نوعين، نقص الهرمونات وزياده الهرمونات. نقص الهرمونات بيبقى نتيجه بتبقى موجوده في بعض الاماكن اللي هي بتبقى فيها نقص في اليود، زي اللوحات البحريه وزي بعض الاماكن اللي موجوده في الدلتا زي متغمر وزي الاماكن ديت. نقص اليود ده بيخلي الغده الدرقيه بتستفز عشان تنتج الهرمونات الغده الدرقيه بصوره اكبر. مع عدم وجود اليود فده بيزود حجم الغده الدرقيه وبيأثر زي ما قلنا على الاعضاء المهمه اللي هي موجوده حواليه. ده رقم واحد اللي هو نقص الافرازات. بالنسبه لزياده الافرازات نقسمها لنوعين، اول حاجه النوع الاول اللي هو النوع الاولي من زياده الافرازات او النوع الثانوي. النوع الاولي من زياده الافرازات بيبقى نتيجه بيحصل في السن الصغير في البنات، خصوصا في البنات في السن الصغير، نتيجه لوجود بعض الاجسام المضاده اللي بيفرزها الجسم كنتيجه لعدم خلل معين في المناعه. بيبقى في خلل معين في مناعه الجسم، فالجسم بيفرز بعض الاجسام المناعيه اللي هي بتحاكي او تماثل الهرمون اللي بيفرز من الغده النخاميه. والهرمون اللي بيفرز من الغده النخاميه بيستفز الغده الدرقيه عشان تفرز الهرمونات بتاعتها. فالاجسام المضاده اللي هي بتفرز دي بطريقه مرضيه من الجسم بتعمل نفس عمل الهرمون الغده النخاميه المحفز للغده الدرقيه، فينتج عنه زياده في الافرازات. دي زياده الافرازات بينتج عنها زياده في الافرازات. النوع الثاني بيحصل برضه في الستات اكتر في السن الكبير.
بيبقى فيه حويصلات بتسبق زياده نشاط الغده الدرقيه، في حويصلات بتتكون جوه الغده الدرقيه وبتسبق زياده النشاط ده. ده كده المرض والاسباب بتاعته. هل ممكن نلاقي الغده الدرقيه بقى بتاثر على وظائف تانية للجسم؟ طبعا الغده الدرقيه بتاثر على معظم اعضاء الجسم زي ما قلنا، وده بنشوفه في الاعراض بتاعت كل مريض. لما يبقى فيه مثلا نقص في الهرمونات او زياده في الهرمونات، على سبيل المثال ما يبقى فيه نقص في الهرمونات، الغده الدرقيه زي ما احنا عارفين مسؤوله عن اللي هو التمثيل الغذائي في الجسم وحرق الدهون وحرق الكوليسترول الزائد في الجسم. ده كله لو حصل فيه اي مشكله في زياده هرمون الغده الدرقيه بنقص الهرمون ده، بيأثر على ترسب الدهون في الجسم وبترسب الدهون حوالين العين وفي الوجه. ده رقم واحد. بيؤدي للكسل، لان الغده الدرقيه بتحفز الاعصاب والحاله الوعي للجسم، فده بيؤدي للكسل المريض المستمر. بيبقى في تغيير في عاده دخول الحمام عند المريض، بيبقى في امساك مستمر في حالات نقص الغده الدرقيه، نقص هرمون الغده الدرقيه. بالنسبه لزياده هرمون الغده الدرقيه بنعكس تماما الموضوع ده خالص. بيبقى في فرط في العرق، في زياده في العرق، بيبقى في انفعال دائم من المريض، وبيبقى عنده يعني بيبقى في حاله يعني عصبيه دايما للمريض. بيبقى في ممكن يبقى عنده اسهال او امساك كنتيجه لاضطراب الهرمون. بيحصل زياده في ضربات القلب، ودي ممكن يكون الشكوى الرئيسيه بتاعت العيان اللي بيجي بزياده الافرازات. بيبقى عنده زياده ضربات، بيقول ان انا عندي رفرفه في القلب او زياده ضربات في القلب، ودي بتبقى عاده اول عرض بيعاني منه. تمام. احنا دايما عندنا في مصر بالذات بنلاقي ان الكشف عن العلاج او عن المرض بيجي متاخر، يعني بيكون المريض وصل لحاله متاخره جدا من المرض، يعني مسيطر عليه، وبنلاقي العلاج بتاعته صعب. فاحنا عايزين من البدايه كده ازاي المريض يعرف ان هو عنده مشكله في المكان ده؟ زي ما قلنا اول عرض بنشوفه في زياده الافرازات، لما يبقى في عندنا زياده في افرازات الغده الدرقيه اول عرض بنشوفه بيبقى في زياده في ضربات القلب. لو المريض حس باي زياده في ضربات القلب، اي زياده في ضربات القلب، بنلاقي ان ده المفروض يسال الدكتور على طول، لان ده بيبقى فيه خطوره، لان المريض لو استمر فتره طويله ده ممكن ياثر على عضله القلب وممكن يتسبب في الاخر خالص في فشل في عضله القلب على المدى الطويل. لو المريض ما بداش يسال ويكشف عند الدكتور بيبقى بعد كام سنه كده، بعد فتره طويله، يعني ممكن 10 سنين، ممكن من 5 ل 10 سنين، بالذات لما يبقى فيه افرازات عاليه من الهرمونات. فالافرازات العاليه دي بتخلي عضله القلب في حاله يعني بتزود رفرفه وعدد ضربات عضله القلب، وبتعمل حمل على عضله القلب. فده طبعا لو ما تلحقش بدري ممكن يعمل فشل في عضله القلب في الاخر. ليه ممكن نقول مثلا الناس اللي هي بتتعب بسرعه، بتنهج بسرعه، ضغط رفرفه ونهجان، طبعا دي الاعراض اللي بتبقى موجوده عنده، رفرفه ونهجان، وبيبقى عنده عرق زايد باستمرار، يبقى في عنده عصبيه، يبقى في عنده تغيير في عاده دخول الحمام زي الامساك او الاسهال. دي كلها الاعراض اللي ممكن تشكك المريض اللي غده درقيه ان هو عنده زياده او نقص. ده طبعا طالما ليه علاقه بالقلب يبقى ليه علاقه بالضغط برضو، يعني بتعلي الضغط طبعا، بيعلي الضغط وبيعلي ضربات القلب زي ما قلنا. تمام. بالنسبه غير بقى موضوع القلب، هل يبقى ليه اي اضرار تانية على الامراض على الجسم؟ زي ما قلنا بيأثر على الجهاز العصبي، فبيخلي المريض عصبي باستمرار. بيخلي العيان دايما من كتر الميتابوليزم او الايد الشديد في الجسم، لان هي بتحفز الايد او التمثيل الغذائي في الجسم، من كتر يعني زياده الجهاز دوت، بيبقى المريض دايما ما بيتخنش خالص. بياكل كميات كبيره من الاكل وما بيتخنش، يعني دي اعراض زياده الافراز. بالنسبه لنقص الافراز بيبقى البيشنت ممكن ما يكونش بياكل كويس وفي نفس الوقت بيتخن، لان حرق الدهون اللي موجوده في الجسم بتقل في الحاله ديت، فبتتراكم في الجسم وتخليه وزنه يزيد يعني. تمام. ده كده بالنسبه لدور بقى المريض ان هو يروح للدكتور من بدري عشان يعرف ان هو يكشف على المرض بدري ويعالجه بدري. تمام. بالنسبه بقى للطبيب، ايه الاجراءات اللي هو بياخدها معاه اول ما المريض يروح له، وازاي بيعرف ان هو في حاله متقدمه او متاخره؟ اول حاجه المريض لو اشتكى من زياده افرازات الغده الدرقيه، طبعا اول حاجه بنعملها بنساله على الاعراض بتاعته، الاعراض بتاعته بدات من امتى واستمرت قد ايه، لان ده بيعتبر 80% من التشخيص. تاني حاجة بنبدأ نعمل الفحص بتاعنا، الفحص السريري للمريض، بنشوف الغدة الدرقية فيها تضخم ولا لا.
بنشوف عدد نبضات القلب. المفروض النبض الطبيعي للانسان الطبيعي بيبقى من 60 ل 100. المفروض ان هو ما يزيدش، لو زاد عن 100 بنبدا نشك ان في مشكله. بعد ما نشك بالكشف والفحص السرير ان المريض عنده المشكله دي، بنبدا نعمل الليفل او مستوى الهرمونات بتاع الغده الدرقيه ومستوى هرمون الغده النخاميه اللي هو المحفز للغده الدرقيه. دي بالنسبه للفحوصات المعمليه. بعد كده ممكن نعمل فحوصات تانية زي الاشعه التلفزيونيه او الالترا ساوند. بنشوف حجم الغده قد ايه. مش شرط طبعا في حالات زياده افرازات الغده الدرقيه يبقى الحجم زياده. دي طبعا حاجه الناس مش عارفاها، اغلب الناس متخيله ان زياده حجم الغده الدرقيه بيبقى مصاحب لزياده الافراز. ممكن المريض يبقى عنده زياده في الافراز وفي نفس الوقت ما عندوش مشكله في الحجم خالص. فاحنا بنعمل الاشعاعات ديت عشان نطمن ان مفيش زياده في الحجم عندنا. وطبعا بنشوف هل في عندنا اي ليجن او اي ورم موجود في الغده الدرقيه، لان في بعض الاحوال في الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه بيبقى في زياده في الافرازات. فلازم طبعا نطمن ان مفيش مشكله في الغده عن طريق الاشعه التلفزيونيه او الاشعه المقطعيه او اشعه الرنين المغناطيسي. تمام. نفكر مشاهدينا بسؤال حلقتنا النهارده: هل تعاني من القلق والاستيقاظ المستمر اللي دايما بيكون مصحوب بآلام او مشكله في الغده الدرقيه؟ رقم تليفوننا النهارده 09000 35، او على رقم موبايل 23 03. نخش على فتره العلاج. زي ما حضرتك قلت، بيبتدي الطبيب ان هو يعمل له كشف وبيعمل له الاشعه والتحاليل اللي هي المطلوبه. بعدها فتره العلاج بتقعد قد ايه مثلا؟ depends، يعني بتفرق من نوع في نوع المرض. هل المرض دوت زياده في طبعا بالنسبه لنقص نقص هرمونات الغده الدرقيه بنبدا علاج تعويضي. في علاج بالهرمونات بنعمله. علاج الهرمونات دوت بيستمر مدى الحياه، لان نقص الهرمونات ما فيش حاجه بتعوضها تاني، فلازم ندي العلاج التعويضي ده مدى الحياه. ده بالنسبه لنقص الهرمونات. بالنسبه لزياده هرمونات الغده الدرقيه، احنا قلنا في نوعين عندنا، في نوع اولي ونوع ثانوي. النوع الاولي بيحصل في البنات في السن الصغير في الاغلب، وممكن يحصل للرجال برضو. بنبدا معاه بنجرب، بندي علاج الكاربيميازول والنيوميركازول لفتره 6 شهور الاول. وبعدين لو العلاج جاب نتيجه بنبدا نمشي عليه، وكل 6 شهور نبدا نقيم. لو ما حصلش استجابه للعلاج بعد سنه ونص تقريبا، المفروض ان احنا نتدخل، لان المريض في الحاله ديت ممكن عضله القلب بتاعته تتاثر على المدى البعيد، فلازم نتدخل جراحيا ونشيل جزء كبير من الغده الدرقيه فنقلل الافرازات بتاعتها. بالنسبه للنوع الثانوي من الغده الدرقيه، في الغالب بيحتاج جراحه، يعني العلاج في الغالب ما بيجيبش نتيجه معاه. فبنبدا مع علاج عشان بس نقلل هرمونات الغده الدرقيه ونظبط الوظائف بتاعتها، وبعد كده نتدخل جراحيا. تمام. نخش بعدها نرجع شويه لفتره الاسباب اللي بتؤدي للغده الدرقيه والسن. هل السن بيبقى ليه دور في موضوع الغده الدرقيه؟ السن طبعا قلنا الانواع اللي هو بيحصل فيها الامراض الغده الدرقيه، اللي هو النوع الاولي من زياده هرمونات الغده الدرقيه او البرايمري توكسيك جويتر. النوع دوت بيحصل في البنات في السن الصغير من سن 19 سنه لغايه سن 25 سنه. معانا فيديو برده على الشاشه بيوضح الموضوع. تمام. زي ما احنا شايفين هنا كده، دي طبعا احنا دخلنا على العمليه بتاعه الغده الدرقيه. الاول بنبدا بنشيل النص الاولاني من الغده الدرقيه، الفص الايمن. وبعدين بعد كده بنحط الشفاط في الاخر خالص بعد ما نشيل الغده الدرقيه، عشان لو في اي يعني دم باقي او كده يخرجه. ده الفيديو بيوضح لنا الموضوع دوت. وطبعا بنقفل الجرح زي ما احنا شايفين، جراحه تجميليه عشان نقلل الاثر اللي بينتج عنه بعد كده. نرجع للموضوع الاسباب وعوامل السن. هل السن بيبقى ليه دور في الاصابه بامراض الغده الدرقيه؟ زي ما قلنا، النوع الاولي بيحصل في السن الصغير في البنات. النوع الثانوي بيحصل برضه في البنات، شائع في الستات الكبار، بتسبقه حويصلات في الغده الدرقيه او تضخم في الغده الدرقيه. بعد كده يبدا افراز الهرمونات يزيد.
ده في السن الكبير. بالنسبة للنقص الهرمون الغدة الدرقية ممكن يحصل في أي سن، خصوصا في المناطق اللي هي ما بيبقاش فيها يود، ما بيبقاش فيها زي الواحات البحرية. عندنا طبعا المشكلة دي احنا اتغلبنا عليها بعد كده، ان الملح الطعام اللي هو اللي موجود اللي بتنتجه شركات كتير عندنا بيضاف عليه اليود، فالمشكلة دي احنا اتخطيناها من زمان. يعني دي عوامل ليها علاقة بالأكل والطبيعة، الأكل والمكان، الأكل والمكان طبعا. طبعا دي احنا الموضوع ده احنا اتخطيناه، لان المنتجات دي بتوزع في الجمهورية كلها، فما عادش في أماكن معينة مرتبطة بالمرض. يعني زي الواحات مثلا زمان ما كانش بيجي لها الحاجات اللي هي البيوريفايد او الحاجات المضافة ليها ايودين ديت. فدلوقتي الموضوع بقى اسهل والموضوع قل عن الاول يعني. تمام. بالنسبة بقى لموضوع البنات اللي هو اكثر عرضة للاصابة، بيبقى ده ليه؟ يعني بسبب هرمونات مثلا زيادة او هرمونات ناقصة وكده؟ بيبقى فيه بالنسبة للنوع الاولي من زيادة هرمونات الغدة الدرقية، بيبقى فيه اجسام مناعية بتفرز عن طريق الجسم كنتيجة لوجود خلل جيني معين وخلل مناعي في الجسم. الخلل المناعي ده بيؤدي الى افراز هرمونات، مضادات لانسجه الغده الدرقيه، بتحاكي او بتعمل نفس العمل بتاع هرمون الغده النخاميه اللي بيفرز اللي هو التي اس اتش، فبيؤدي الى زياده هرمون الغده الدرقيه. تمام. هنفكر مشاهدينا بسؤال حلقتنا النهارده، هل تعاني من قلق والاستيقاظ المستمر؟ الاتصال على برنامجنا النهارده 09355 من اي تليفون ارضي او على رقم موبايل 2303. نخش على موضوع معانا دلوقتي اتصال، بس قبل ما نخش على موضوع الوقايه نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. اقدر اكلم الدكتور من فضلك؟ اتفضلي الدكتور معاك. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا دلوقتي عمري 46 سنه، وانا كنت من حوالي 3 سنين كان ضغطي ارتفع قوي، وبعدين تابعته لقيته بينخفض وكده، واستمر على الوضع دوت شهرين ثلاثه، فروحت للدكتور قال لي الحاجه الوحيده اللي تابعتيه لقيتيه بينخفض بعد ما كان مرتفع بينخفض تاني؟ بينخفض تاني، وكنت بدون علاج. يعني انا تابعته بس لمده 3 شهور، والدكتور قال لي نحلل الغده الدرقيه، حللتها وطلعت زياده في النشاط، رغم ان انا ما كنتش، انا عمري 46 سنه، رغم ان انا ما كانش فيه يعني انخفاض في الوزن، بصراحه ما كانش فيه عرض بالشكل، يعني هي كانت عرضها دي كانت عندي من 18 سنه، وفعلا استمر، يعني اخذت علاج ليها 3-4 سنين، وبعد كده تابعتها كانت مستجيبه للعلاج، وبعد كده الدكتور قال لي اوقفي العلاج وخلاص وبقيت كويسه، ما بقاش ليها اي اعراض ولا اي شيء يقلقني منها. وبعدين لما بقى الضغط ارتفع من حوالي 3 سنين، كان عمري وقتها 43 سنه، والضغط بقى 160 على 100، 170 على 100 وشوي، واتابعه الاقيه مثلا 100 على 70 بدون علاج، وفي نظام غذائي بقى مشيت عليه وكده. فالوقتي انا ماشي على العلاج ده بقى لي 3 سنين، نيوموكرازول وقرص واحد بس. الدكتور بيقول لي هي نشطه بس مش نشطه بالدرجه العاليه، وفي نفس الوقت مستجيبه للعلاج، فكل شهرين بحلل وبتطلع كويسه. بس اللي انا عايزه اعرفه، انا هستمر على العلاج، يعني هو القرص واحد بس ومش عامل لي اي مشكله، بس هل انا استمر على العلاج فتره طويله؟ طيب بالنسبه للسؤال الثاني اللي تعبني قوي، ان هي كل عظم جسمي بيألمني، فهل هي بتاثر على الكالسيوم؟ انا عندي نقص نسبه كالسيوم في الدم، بس برضو يعني النسبه قليله بطريقه بسيطه، فهي بتاثر على الكالسيوم؟ لا، هي نبدا من السؤال الثاني الاول. هي هي بتاثر، هل ارتفاع في نشاط الغده الدرقيه هو ارتفاع غير ملموس وهي مستجيبه للعلاج، والدكتور بيقول لي تحت تاثير العلاج هي كويسه جدا ومش هنقدر نوقف العلاج، ده كلام الدكتور، وهو قرص واحد بس اللي باخده، بس هي بتاثر على الكالسيوم؟ انا حاسه يعني كل عظم جسمي، جميع العظام في جسمي، المفاصل، العظم، اي حاجه بيألمني، الفقرات. يعني انت عندك كم ابن؟ طيب انا عندي ولدين، واحد 23 سنه وواحد 18 بس. تمام. من فتره طويله طبعا، يعني مخلفاهم من فتره طويله. هي بصي، هو المفروض نبدا الاول الاجابه على السؤال الثاني. هو تنظيم الكالسيوم بيبقى عن طريق غده ثانيه موجوده جنب الغده الدرقيه، هي الغده الجار درقيه.
تمام. الغده الجرد الرقيه في الغالب ان شاء الله مش هتبقى فيها مشكله عندك. يعني نقص الكالسيوم دي حاجه شائعه في الستات اللي هم في سنك في 47 سنه او اعلى من كده، كنتيجه لنقص لتوقف اللي هو العاده الشهريه او توقف المبيض على انتاج الهرمونات اللي هي بتحفز بتساعد على زياده الكالسيوم. طبعا الهرمونات اللي بتطلع من المبيض دي الاستروجين والحاجات ديت ما بتنقص في سن الياس، ده بيزود بيعمل الاعراض اللي انت بتقولي عليها اللي هي الوجع في العظام، وبيعمل فيه نقص في الكالسيوم. تمام. فاحنا برضو يفضل ان احنا نعمل تحليل كالسيوم دوري، وناخد علاج للكالسيوم، ونعمل تحليل برضو الغده لهرمون الغده الجرد الرقيه عشان نطمن عليها. حاضر. يعني اعمل هرمون الغده الجرد الرقيه، هرمون الغده الجرد الرقيه، ونعمل على طول تحليل مستمر للكالسيوم. بالنسبه للسؤال الاولاني، سؤال انت بتقولي الاعراض بتاعه الغده الدرقيه بتقولي ما كانتش موجوده عندك؟ لا. ما مش شرط كل الاعراض تكون موجوده، ممكن يبقى فيه بس رفرفه او فيه نهجان بيحصل، هي من جهه او قلق. مش لازم الاعراض تبقى تيبيكال او تبقى كلاسيك، يعني ممكن الاعراض تختلف من مريض للتاني. ممكن الاعراض بتاعتك تبقى لها علاقه بزياده طفيفه في ضربات القلب، ممكن تكون ما حسيتيش بيها جامد، ممكن يكون في شكل قلق زي ما انت بتقولي بس. فده بالنسبه للعلاج اللي انت هتمشي عليه، يعني لو الهرمونات بتاعتنا مظبوطه ما فيهاش مشكله، ممكن نستمر على العلاج، ونقيم كل ست شهور. ونعمل طبعا لازم مع العلاج دوت نعمل تحليل دوري لصوره الدم، لان زي ما في بعض الناس مش عارفه ان النيوميركازول والكاربميازول بيأثر على انتاج كرات الدم الحمراء والبيضاء من نخاع العظم. فلازم ان احنا نعمل تحليل دوري عشان نطمن ان صوره الدم كويسه باستمرار. حاضر. طيب هي فعلا كل الاعراض حاليا مش موجوده؟ هو فعلا في حاجه واحده بس اللي هي الضربات السريعه دي بتفاجئني، ممكن مره كل شهر اصحى بسببها. والضربات يعني مش بتسكت، لا يعني بفضل فتره في حاله توتر بسبب ضربات قلبي، ممكن اقعد نص ساعه ضربات قلبي سريعه، وبعد كده خلاص انام كويس وما بيبقاش في اي حاجه برضه تقلقني من ناحيه ضربات القلب. تمام. بس هي بيفاجئني فعلا العرض ده مره كل شهر، انا مش عارفه يعني فجاه احس بالضربات السريعه دي وانا بصحى بسببها، وفجاه بقى طالعه نازله السلم مفيش اي مشاكل، بمشي المسافات طويله مفيش اي مشاكل خالص. انت ماشيه على جرعه قد ايه من النيوميركازول؟ هي بس خمسه، هي قرص واحد بس، الدكتور قال لي مش هنزود عنه. لان هي قال لي هي مستجيبه للعلاج، انت تحت تاثير العلاج كويسه. تمام. يفضل برضو ان احنا نعمل عملتي اشعه تلفزيونيه ولا لا؟ عملت موجات صوتيه على الغده والحمد لله كويسه، مفيش فيها حاجه. الغده مفيش فيها اي حويصلات او اي حاجه يعني غريبه عنها يعني؟ لا الحمد لله مفيش اي حاجه. لا خالص، هو قال لي الجزء الشمال جايز يكون يعني حجمه زياده شويه عن الجزء اليمين، بس قال لي مفيش اي حاجه تقلق في الاشعه. يعني هو المفروض السن الكبير بتاعك دوت، يعني انت بتقولي المرض جاي لك من فتره طويله. هو من 18 سنه ساعه قبل ما يعني ما ربنا يديني الولد الثاني اللي عنده 18 سنه حاليا. وبعدين بعد ما تم ما بعد يعني بعد ما اتولد وفطمته بدات اعالجها، لان هي كانت بس كده. وبعد كده مشيت السنين دي كلها كويسه، اتعالجت يعني 3 4 سنين، ده الكلام ده من 18 سنه. تمام. وبعد كده مشيت السنين دي كلها ما فيش اي مشاكل خالص الا من 3 سنين بس. تمام. وهي مش نشطه، يعني هي الدكتور قال لي هي مش نشطه نشاط اللي يقلق برضه، وكل شهر احلل او كل شهرين يقول لي ما فيش في اي قلق. الهرمونات مستواها طبيعي، ما فيش مشكله، المستوى طبيعي بتاع الهرمونات. الحمد لله، قال لي مستواها طبيعي، وهي تحت بس تحت تاثير العلاج. يعني قال لي برضو ده مش معناه ان احنا نوقف العلاج، لا قال لي احنا مش هنوقفه وهنستمر العلاج بس. طيب بالنسبه لهرمون الغده النخاميه عالي عندك ولا واطي؟ ده بقى اللي عايزه انا اشوفه. تمام. ده مهم، ده مهم، لان ده بنقيم بيه العلاج. ده مهم عشان بنقيم بيه العلاج، يا ريت تعمليه ونعمل اشعه تلفزيونيه دوريه ان شاء الله. بنشكر ام عبد الرحمن على اتصالها، ونفكر مشاهدينا بسؤال حلقتنا النهارده، هل تعاني من القلق والاستيقاظ المستمر او اي اعراض من اعراض الغده الدرقيه؟ الاتصال ببرنامجنا النهارده 0900350 او من اي موبايل على 2303. نرجع لموضوع الوقايه، بس قبل ما نرجع لموضوع الوقايه، ام عبد الرحمن سالتنا في نقطه مهمه جدا، هل ممكن المريض
اللي كان عنده امراض في الغده الدرقيه او مشاكل فيها بعد ما يتعالج ان هو ترجع له نفس الامراض تاني؟ ممكن يحصل ارتداد فيها تاني. العلاج اللي احنا بنديه ده بيصبط او بيهبط انتاج الهرمونات من الغده الدرقيه، ممكن بعد وقت كبير تظهر تاني ويبقى في زياده في الهرمونات. وده حتى بنشوفه بعد الجراحات، يعني بعد ما بنشيل الغده الدرقيه، لو الغده الدرقيه ما اتشالش منها جزء كافي ممكن يحصل ارتداد ليها تاني، الاعراض تاني، لان الجزء اللي موجود بيكبر في الحجم ويبدا افراز الهرمونات تاني، وده بيدي نفس الاعراض اللي كانت موجوده قبل العمليه. تمام. احنا قلنا الفتره بتاعه العلاج بتبقى حوالي 6 شهور. بنبدا بنتعالج 6 شهور ونبدا نقيم كل 6 شهور عشان نطمن مستوى الهرمونات كويس. تمام. تنصح بايه بقى المرضى بعد الفتره دي؟ ان هم يعني ايه التحاليل مثلا، الكشف الدوري اللي يعملوه، التحاليل المطلوبه ان هم يعملوها؟ المفروض الهرمون اللي احنا بنتابع بيه اللي هو العلاج الزياده في زياده افراز الغده الدرقيه، بنشوف التي 3 والتي 4 والتي اس اتش. طبعا التي اس اتش بيبقى حساس اكتر من التي 3 والتي 4، اما بيبقى قليل بنسبه كبيره. ده بيقول لنا ان يعني حتى لو افرازات التي 3 والتي 4 نورمال او طبيعيه، ممكن هرمون التي اس اتش اللي هو بيفرز من الغده النخاميه يبقى مستوى قليل جدا. ده بيقول لنا ان برضو المريض مش متظبط بالكامل، عند بيبقى الافرازات الغده الدرقيه طبيعيه بس التي اس اتش بتاعه بيبقى واطي، فده بيبقى عالي. سوري، تي اس اتش بيبقى واطيه. تمام. بالنسبه بقى يعني احنا قلنا ان الامراض اللي بتبقى مصاحبه لامراض الغده الدرقيه بتبان على الانسان بعد حوالي 10 سنين من المرض لو ما اتعالجش صح. لو جال مثلا مريض جاله في سن كبير، يعني لا مش الاعراض بتظهر، لا احنا بنقول في بيحصل مضاعفات بعد سن. بالظبط، انا بتكلم في النقطه دي. الاعراض بتيجي من اول يوم، يعني من اول يوم بيحصل فيه. لا بتكلم على المضاعفات اللي يمكن تضر بقيه اجزاء الجسم، بقيه اعضاء الجسم. فلو جه مثلا مريض جات له في سن كبير شويه، هل ممكن المضاعفات دي تبقى زياده، تبقى مشكله في العلاج؟ المضاعفات ديت لما بتيجي في سن كبير في النوع الثانوي اللي احنا قلنا عليه، بنفضل ان زي نوع زي ام عبد الرحمن مثلا، بنفضل ان احنا نشيل الغده، لان لو المريض ما كانش منتظم في العلاج كويس وما كانش ملتزم بالكورس اللي احنا محددينه له وماشي على الاجراءات اللي احنا قلناها له كويس ان هو يشوف الهرمونات وكده، في الحاله ديت بيحصل مشاكل في القلب، ممكن يحصل فشل في عضله القلب على المدى البعيد لو مش منتظم على العلاج. فاحنا بنفضل في السن ده وخصوصا النوع الثانوي اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيجي في السن الكبير دوت، بيبقى العمليه فيه افضل لانه ما بيستجيبش للعلاج في الغالب، اللي بيستجيب للعلاج النوع الاولي ممكن يستجيب لي. تمام. بس بنرجع نخش في موضوع العمليه، بنلاقي ان في ناس مثلا بتخاف من موضوع العمليه، بيبقى عندها حذر كده منه. فهل ممكن يبقى في بديل؟ في بدائل. احنا قلنا العلاج ممكن البيشنت اللي هو سنه كبير او عنده اي مشاكل تانية صحيه في القلب، او دكتور التخدير شايف ان هو ممكن ما يقدرش يخدره او عنده مشاكل صحيه تانية، ممكن نمشي على العلاج، او بنلجا لحاجه تانية اسمها العلاج اليود المشع. بندي يود مشع، اليود المشع ده بتمتصه الغده الدرقيه بعد ما نحقنه في المريض، وبتبدا تكسر او تقلل افرازات الهرمون عن طريق تكسير الخلايا بتاعه الغده الدرقيه، فتضعف افرازاتها من الهرمون، وده بيعتبر بديل عن الجراحه في الحالات اللي احنا قلنا عليها، حالات اللي هي اللي بيبقى فيها مشاكل صحيه الدكتور التخدير ما بيقدرش ينيمها، عندنا مشكله في القلب، عندنا مشكله في الجهاز التنفسي، ده كله بيأثر على تخدير المريض. في الحاله ديت بنبدا ندي العلاج اليود المشع كبديل للجراحه. ده بالنسبه للحالات اللي هي ما تعرفش، اللي هي ما ينفعش مع العمليه. طبعا الجراحه هي افضل شيء، يعني لانها احنا بنشيل المصدر الرئيسي اللي هو بيفرز الهرمون، فبنوقف نشاطه او بنقلل نشاطه. تمام. بالنسبه بقى للعمليه، هل مثلا بيبقى ليها اضرار عشان نطمن الناس، ولا بتبقى سهله؟ يعني ان شاء الله طبعا مع الجراح الخبره المتمكن في مكان من المكان بتاعه اللي هو جراحات الرقبه، بيبدا يشوف الاعضاء الحساسه اللي ممكن تتاثر، زي القصبه الهوائيه، زي العصب الحنجري. الناس طبعا بتخاف من موضوع العصب الحنجري دوت عشان بيبقى قريب جدا من الغده الدرقيه، فالجراح لو ما كانش كفء وما كانش عنده خبره كافيه ممكن العصب ده يحصل فيه مشكله وياثر على صوت العيان، وممكن ياثر على تنفس العيان كمان، لان بياثر على حركه الاحبال الصوتيه اللي هي بتبقى قافله الحنجره من فوق. تمام. ده كده بالنسبه لموضوع العلاج كله بقى، من اول العلاج بالادويه عادي لحد العمليه. لحد بنحب دايما يكون في بقى جزء في الاخر للوقايه، ان احنا بنحب دايما نلحق الامراض من اولها، ما نوصلش حتى لموضوع كده. تنصح بايه المريض؟
بننصح المريض اللي هو الاول هرمون زياده الافرازات اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيبقى عنده فرط في العرق او عنده زياده في ضربات القلب، بننصحه ان هو يستشير الدكتور بتاعه بسرعه الجراح بتاعه في اسرع وقت عشان نطمن ان مفيش زياده في الهرمونات، ولو في زياده نبدا نعالجها بسرعه عشان ما تعملش المضاعفات اللي قلنا عليها. للاسف كده وقت حلقتنا خلص النهارده ان شاء الله، يعني الحمد لله استفدنا في الموضوع جدا، اتكلمنا على كل العوامل بتاعته. بشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا للاستضافه. شكر حضرتك. كان معايا الدكتور شريف هلال استشاري الجراحه العامه وجراحه الاورام بجامعه شريف هلال استشاري الجراحه العامه وجراحه الاورام بجامعه الزقازيق. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج اسعافات. اسعافات 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 اسعافات. ليه خايف ليه مكسوف؟ اطلبنا وانت تشوف، اسعفنا لكل الناس لطريق الخير موصوف.